Dear student in primary 5 with you Mr. Ahmed Yunan, experienced teacher of science and biology. Today we'll complete part 2 from lesson 1, light energy. يعني النهاردة مع بعض هنبدأ الجزء الثاني من الدرس الأول وهو light energy. احنا خدنا في الجزء اللي فات ايه هو تعريف light energy أو visible light, is the light energy that can be seen. وخدنا مع بعض في الجزء اللي فات ايه هو البروبارتس اوف لايت وتناولنا اول حاجه لايت ترافل ان ستريت لاين. هنكمل مع بعض النهارده خصائص الضوء او ويل كومبليت ان ذيس بارت ذا بروبارتيز اوف لايت. ايه اهداف الدرس ده او ليرنينج اوبجكت باي ذا اند اوف ذيس ليسون ا ستودنت شود بي ايبل تو كلاسيفاي سم ماتيريال اكوردنج تو لايت باسنج ثرو ايدنتيفاي لايت ريفليكشن بروف باي ان اكتيفيتي ذا ريفليكشن اوف لايت separate light by glass press. يبقى اهداف الدرس ده هناخدها مع بعض تاني. تصنيف المواد حسب الضوء, التعرف على اللايت ريفليكشن او انعكاس الضوء, اثبات بالتجربة انكسار الضوء, انفصال الضوء بواسطة المنشور الثلاثي. يعني يبقى الصفة التانية transmitting of light through different material. material are classified according light into, يعني المواد بتصنف بالنسبة للضوء الى number 1 transparent material, ودي بنقول عليها المواد الشفافة. وthese are materials that allow most light to pass through and things seen clearly behind them with full details. يعني هي المواد التي تسمح لمعظم الضوء ان يمر من خلالها وترى الاشياء خلفها بوضوح بكل تفاصيلها. يعني زي الزجاج النقي او الزجاج الشفاف, لو جينا بصينا من وراء زي زجاج السيارة ممكن اشوف كل التفاصيل الاجسام خلف الزجاج. الكلير ووتر المية النقية, الاير يعتبر برضو من الاوساط الشفاف. يبقى لو جانا سؤال ليه الاير is transparent material because it allow most light to pass. طب المادة التانية او النوع التاني اسمه semi transparent or translucent, المادة شبه الشفافة وبيطلق عليها اسم translucent. they are materials that allow some light to pass and things seem less clearly behind them. يعني هي مادة او مواد تسمح لجزء من الضوء ان يمر من خلالها وترى الاشياء من خلفها اقل وضوح, زي التيشو بيبر ورق المناديل كنا نشوف الحاجات من وراه بس مش واضحة جدا او اقل وضوحا. والفروستد جلاس اللي هو الزجاج المصنفر, وده بيكون في بعض النوافذ ممكن يعدي الضوء لكن انا ما بشوفش من وراه بطريقة جيدة. الاوبيك ماتيريال زي ار ماتيريال ذات دونت الاو لايت تو باس اند ثينجز دونت سي بيهايند ذم. يعني هي مواد لا تسمح للضوء ان يمر من خلالها ولا ترى خلفها اي اجسام, زي الخشب مثلا الوود, البيبل, الكارتون, الستون, الليزر, الجلود. يبقى كل دي مواد لا تسمح للضوء ان يمر من خلالها. الازاز عندنا ممكن يكون شفاف, وفي ازاز برضو في المصباح التاني شبه شفاف, وممكن ندهن الزجاج نخليه زجاج معتم او ده ما بيوضحش اي شيء خلفه. يبقى المواد شفافة وشبه شفافة ومعتم. دي الصفة التانية من صفات الضوء. نشوف مع بعض الصفة التالتة اللي هي light reflection. ايه هو اللايت ريفليكشن؟ طبعا بيقول لي في تجربه ستيب فيسنج ابلين سموث ميرور, يعني اقف قدام مرايه. الاوبزرفيشن يو كان سي يور ايمج, هتقدر تشوف صورتك في المرايه. الكونكلوجن سينج ايمج ان ذا ميرور ديو تو ذا لايت ريفليكشن. طبعا ذيس ريفليكشن از نون ريجولار ريفليكشن, الانعكاس ده بنقول عليه باسم الانعكاس المنتظم. وفي قدامنا تجربه كده في الفيديو اللي قدامنا, بنجيب مراية وبنجيب شعاع ليزر, ليزر لايت, and put mirror in the front of laser. طبعا fold the light on the mirror, هنسلط الضوء على المراية. طبعا you will see the light reflect another side, هنلاقي ان الضوء هيبدأ ينعكس في الاتجاه الاخر. يبقى في الحالة دي بنقول الانعكاس ايه هو او اللايت ريفليكشن. يبقى اللايت ريفليكشن it is the bouncing او returning back of light, هو اللايت فول اون ريفلكتنج سيرفيس, يعني هو ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس او سطح لاب. لو احنا شايفين الضوء لو سقط عمود هيسقط على نفسه, الضوء لما بيسقط بزاويه طبعا بينعكس, هنعرف بعد كده في المراحل الجايه بينعكس بنفس الزاويه. طب ايه هي الفاكتور نيسيسري فور لايت ريفليكشن, يعني عشان يحصل انعكاس لابد من وجود ايه؟ في الايمج اللي قدامنا شايفين في حاجتين. الحاجه الاولانيه سورس اوف لايت, في مصدر للضوء اهو, وهو الليزر لايت مثلا او كاندل او sun any source of light. والصفة التانية اللي هي بنقول عليها reflecting surface, يكون سطح لامع او سطح معتم, المهم ان يكون اي سطح عاكس
وفي الحالة اللي قدامنا دي عندنا في سطح الايه المراية، وده بيعتبر من الأسطح العاكسة أو سطح ورقي أو الحائط، كل دي أسطح عاكسة. يبقى الانعكاس مرة تانية This is a bouncing or returning back of light when light fall on reflecting surface. بنقول في عندنا أنواع الانعكاس. There are two type of reflection. النوع الأولاني عندنا regular reflection، انعكاس منتظم، وده بنقول عليه it is the reflecting of light on the smooth surface and the light reflect in one direction. يعني هو انعكاس الضوء على سطح لامع وسطح ناعم، وبحيث انه بينعكس في اتجاه واحد. في عندنا النوع الثاني اللي هو الريجولار ريفليكشن، وده it is the return او it is the reflecting of light on roof surface and the light reflect in different direction. يعني انعكاس على سطح خشن وغير لامع والضوء بينعكس في اتجاهات مختلفة. مثال عن النوع الاولاني regular reflection، reflection on mirror والreflection on paper او انعكاس على الورقة. بيقول لي خلي بالك في عندنا نوت هنا ملحوظة، the distance between the body and the mirror equals the distance between the image and the mirror. يعني لو انت واقف قدام مراية ومسافة بينك وبين المراية دي مثلا وليكن متر، يبقى المسافة بين صورتك والمراية هيبقى نفس المتر. ساعات بقى بيطلب مني يعني مثلا if you stand in the front of mirror and the distance equal 30 between body and between mirror 30، يعني بينك وبين جسمك 30. طب the distance between object او between your body and your image، لو طلب مني المسافة بيني وبين صورتي يبقى 60. بجمع المسافتين اللي هو the distance between object او my body and mirror 30 and the distance between image and mirror 30، يبقى 30 بلس 30 60. طب لو طلب مني المسافة من الصورة للمراية، من الصورة للمراية هتبقى 30 فقط. نركز في الأسئلة دي لأن ساعات بيطلب مني المسافة بين جسم الصورة أو بين أو المسافة بين الصورة والمراية. الصفة اللي بعد كده اللي هي اللايت ريفراكشن اللي هي البروبرتي نمبر 4. في اكتيفيتي في البداية كده بيقول لي لوك ات ذا بنسل ان كاب كونتيننج ووتر، يعني بص على قلم محطوط في مية أو عملة معدنية. طبعا هنا الاوبزرفيشن it will appear as it broken at the water surface، بتبدو مكسور او القلم بيبدو مكسور من على سطح الايه المي. يبقى من هنا بنقول ان البنسل appear broken why، طبعا هنقول due to the refraction of light، نتيجة انكسار الضوء او تغيير مسار الضوء. طب ايه هو الانكسار او what is meant by light refraction؟ A light refraction it is a change of the direction of light ray when it passes through two different media or different transparent media due to the change in the light. يعني هو تغيير في مسار الشعاع الضوئي عند انتقاله بين وسطين شفافين طبقا لاختلاف في سرعة الضوء. بمعنى اخر لما الضوء بيعدي من المية للهواء او من الهواء للمية بيبدأ يغير من اتجاهه، لان سرعة الضوء في الهواء بتختلف عن سرعة الضوء في المية او في الزجاج. يبقى لو جانا في الامتحان مثلا the band seem broken when immersed in water because light change its direction when passing between two media due to the change in the light speed، او اجابة مختصرة due to the light refraction. طبعا the speed of light in air larger than the speed of light in any media، يعني سرعة الضوء في الهواء اكبر من سرعته في اي وسط اخر. طبعا عندنا امثلة كتيرة على انكسار، مثلا seeing swimming floor in higher position from real position، يعني رؤية قاع حمام السباحة في مكان أعلى من وضعه الحقيقي. Seeing the fish becomes bigger when look by angles، يعني لو بصيت لسمكة بزاوية بلاقي إن السمكة دي حجمها كبير، طبعا due to light refraction. عشان كده we put the guide sign beside the swimming pool، دايما بنلاقي فيه لوحات إرشادية بجوار حمامات السباحة to give me the information about the depth or real depth of swimming pool، عشان تقول لي العمق الحقيقي لحمام السباحة when you jump. طب من هنا بنقول example light travel through clear media like air water glass، لما الضوء بينتقل من الأوساط الشفافة زي الهواء أو المية أو نشوف الصفة الخامسة أو property number 5 اللي هو separation of light أو انفصال الضوء. طبعا الضوء الابيض بيتكون من 7 الوان. فبنقول ايه هو تعريف اللايت سيباريشن او انالايز اوف لايت، ات از سبلتنج اوف وايت لايت انتو 7 كلر كود سبيكترم كلر، يعني هو تحلل اللون الابيض اللي هو ضوء الشمس الى 7 الوان، والالوان دي بتسميها باسم الوان الطيف او سبيكترم كلر.
طب امتى نشوف السبيكترم كولر او الوايت لايت كونسيستس اوف 7 سبيكترم كولر وي كان سيبريت انتو 7 كولر باي جلاس بريزم. الجهاز اللي قدامنا ده بنسميه باسم المنشور الثلاثي. يبقى المنشور الثلاثي لو حطيته قدام ضوء الشمس هنلاقي ان ممكن يحلل لي ضوء الشمس الى 7 الوان، وممكن كمان الضوء يتحلل اور ذا دروب اوف رين ووتر فورمينج رينبو، وممكن قطرات المطر تحلل الضوء وده بنسميه باسم الوان قوس قزح. طب ايه هو السيفن سبيكترم كولر او ايه هي الوان الطيف؟ عندنا الريد الاورنج اليلو الجرين البلو الانديجو الفيولات، يبقى الاحمر، وعندنا كمان البرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والبنفسجي. On falling rain during day sunlight passing through water drop which act a prism and analyze the sunlight forming rainbow. ليه القوس قزح بيتكون عند سقوط المطر؟ بنقول لان عند سقوط المطر ضوء الشمس بيعدي او بينفذ في قطرات المطر ودي بتعمل كمنشور، بتبدأ تحلل الضوء مكونة ألوان قوس قزح. إيه هو الرينبو؟ A beautiful phenomenon occur in the sky after raining، يعني ظاهرة جميلة بتظهر في السماء after raining and forming 7 spectrum color، ودي بتكون 7 ألوان بنسميها باسم ألوان الطيف. لما نيجي ناخد بعض أسئلة الجيف ريزون، إيه هو بعض الأسئلة كده على الدرس اللي خدناها دلوقتي. Our body are opaque material، ليه أجسامنا بتكون معتمة؟ طبعا because they don't allow light to transmit through، لأنها لا تسمح للضوء أن يمر من خلال. ممكن نكتب I can't see anything behind them، ما أقدرش أشوف حاجة من خلفه، يعني لو شخص واقف قدامك مش هتشوف أي حاجة خلفه. سؤال تاني، seeing your image in the mirror، ليه بنشوف صورتنا في المراية؟ طبعا هنا because the mirror reflects the light ray falling on it، لان المراية بتعكس الضوء اللي ساقط عليها. question 3، when put a spoon in cup of water it appears broken، ليه لما بغمس او بضع معلقة في الكوباية مليانة مية بتبدو مكسورة؟ طبعا due to refraction of light، نتيجة انكسار الضوء، او ممكن نقول due to the change in the light speed when travels between two media، او تغيير في سرعته عندما ينتقل بين وسطين. الحاجة الرابعة، light refract when travel from water to air، ليه الضوء بينكسر لما بيجي يمر من الهواء للمية او من المية للهواء؟ طبعا due to the change in the light speed، نتيجة لتغيير في سرعة الضوء بين الاوساط. وطبعا the speed of light in air faster than the speed of light in any media، يعني اكبر من سرعته في اي وسط اخر زي الزجاج او زي المية. Number 5، the bottom of swimming pool appears in higher position than its real one، ليه قاع حمام سباحة بيبدو أعلى من وضعه الحقيقي؟ عشان كده قلنا بنحط لوحات استرشادية. طبعا هنا due to the light refraction، نتيجة لانكسار الضوء. يبقى كده خدنا properties of light، light travel in straight line، light reflection، light refraction، و light analysis او light separation، وكده يبقى خلصنا lesson 1. thanks for watching and don't forget join for channel، write your comments to support me to complete all lessons.